أعزائي رجعنا من الفاصل، وقبل الفاصل وضعنا بطائر السبانخ بالنبيل داخل الفرن، عملية تسخين فقط لا غير. هي عبارة عن سبانخ، طبعا بطائر بالسبانخ، شوفوا كيف السبانخ من جوا، فيها سبانخ مليانة بصل زيت زيتون، شايفين كيف المنظر، منظرها كثير بشهي وريحتها طيبة. فمباشرة كون احنا سخناها للبطائر الطيبة بالنبيل نسكبها، وبعدين رحين نقدمها مباشرة، طبق جاهز ما بيغلب بشيء. إذن أعزائي نذكركم هذا برنامج برعاية نبيل ولا يهمك وطناجر فلونا. وسؤالنا كان لليوم، ما هو اسم البرنامج الذي يقدم طبعا المسابقات الذي يقدم مساء؟ هل هو أربح مع رمضان ولا أربح مع رؤية ولا أربح مع الوكيل؟ ابعثونا برسائل قصيرة على اسم مش حتى تفوزوا معنا بثلاث جوائز قيمة، اشتراك بقيمة 45 دينار من فيت شكس جم نادي الصحي لسيدات بجبيها، و100 دولار مقدمين من شركة مشربش للصرافة ثمن فروع في عمان، وكمان طقم من طناجر فلونا. وطبعا رح يكون في عنا الفائزين اثنين اليوم مش شخص واحد. إذا هاي كمان طبقنا اللي هو الفطائر، والآن قبل شوي بس ليلى غلبك ناخذ. أوكي مساء الخير أم يامن. تحياتي أم يامن، مساء الخير. مساك الخير، يعطيك العافية. الله يعافي عمرك، تحياتي، أهلا وسهلا، تفضل. لا لو سمحت بدنا تحكينا عن طريقة تجهيز بروستيت وطريقة عمل المربى إذا ما فيها غلبة. بس شو أول شغلة؟ أوكي المربى جاهز، البروستيت اللي بيكون مقلي بيض. البروستيت تكرمي تكرمي بيكون بالمطاعم. تكرمي تكرمي. والمربى أي نوع مربى بدك إياه بالضبط؟ تين. كيف طريقة تين؟ تكرمي تكرمي تكرمي، أنا وسهلا، تحياتي لك. الله يكرمك، شكرا. إذن أعزائي هسه راح أحكي لكم عن البروستد وعن مربى التين، ولكن قبل هيك خلينا نشوف وصفة البراونيز اللي حنسويها اليوم إن شاء الله. ليلى إذا جاهزة عندك وصفة فرجينا يا لو سمحت لو تكرمتي. شكرا. البراونيز بيضتين، كوب من السكر، نصف كوب من الكاكاو، نصف كوب من الزيت، نصف كوب من الجوز، وكوب من الطحين، ربع ملعقة من البيكنج باودر، وملعقة من الفانيلا. كثير بسيطة رحين نسويها مع بعض إن شاء الله الآن. وطبعا بالنسبة للدجاج البروستد، دجاجة مقطعة لثمان قطع، بجيب هاي الدجاجة بعملها عملية نقع، نقع في لبن شنينة أو الحليب، وبعدين بضيف عليها شوية من البابريكا الحلوة وبخليها طول الليل. ثاني يوم بجيب الطحين، الطحين بضيف له شوية من اللي هو البابريكا الحلوة وملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة، بخلطهم كلهم مع بعض، بغطس هذا الدجاج وبقليه في زيت عميق على 160 مئوي لمدة الربع ساعة. إذا نبدأ في تجهيز البراونيز. أول شيء راح أضيف بيضتين، هيهم هذول بيضتين، بخلطهم وراح أضيف شوية من السكر وكوب من السكر. إذا بيضتين، كوب من السكر، زي ما أنتم شايفين بخلط البيض مع السكر. بالنسبة لأعزائي لمربى التين، مربى التين كمان بدي كل كيلو من التين تقريبا كيلو من السكر، بضيف التين مع السكر وبترك لمدة تقريبا ساعتين ثلاثة، بعدين برفعهم على النار بطبخهم. طبعا هو اسمه معقود التين، بطبخهم لمدة تقريبا الساعة أو حتى يصير في عملية عقد عندي أشوف إنه السكر صار يطلع فقاقيع. بعدين بضيف ملعقة كبيرة من اليانسون، وممكن أضيف ربع كوب من السمسم أو حبة البركة، وبعدين بضيفهم كلياتهم في طبعا مرتبان، والمرتبان بعد ما أسكره منيح، وطبعا يكون المربى ساخن، بضع هذا المرتبان في مقدار من الماء المغلي وبغليه لمدة حوالي 7-8 دقائق حتى أعمله عملية تعقيم، وبعدين برفعه وبحفظه في خزانة المونة. إذا عم نسوي إحنا هون البراونيز، أضفنا بيضتين، أضفنا كوب من السكر، وراح أضيف كوب من الزيت، وبعديها رايحين نضيف الفانيلا. هاي الفانيلا أعزائي زي ما أنتم شايفين، وكمان راح أضيف البيكنج باودر والآن راح أضيف الكاكاو. هاي طبعا البراونيز يعد من البسكوت،
هاي بتصير في المطابخ دائما، الواحد بترطش على حاله، فالموضوع طبيعي. وبعديها حتى تتجانس كلياتها مع بعضها زي ما انتم شايفين صار فيني تجانس. اذا بيضتين وكوب من السكر وكوب من الزيت، نصف كوب من الكاكاو، شوي من الفانيلا، وشوي اعزائي من البيكنج باودر. وبعديها سمنا نضيف فقط الطحين. هاي الطحين نجيب بس ملعقة أساس نحرك فيها أفضل لنا. وبنضيف، لا طبعا في عندي الجوز، ممكن استعمل أي نوع من المكسرات، ممكن استعمل الجوز، ممكن استعمل البندق، الكاجو، بدكم إياه. وراح نضيف الطحين، والآن نعمل عملية خلط حتى يتجانس كله مع بعض. وبنحكي مساء الخير للمى. لما مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليه لما كيف حالك؟ حياك الله. لو سمحت بتجيبينك طريقة المدلوقة وسد الحنك. المدلوقة سويناها، سد الحنك والله ما بعرفها صدقا. يعني أنا عمري ما سمعت فيها، ودخلت على الكتب اللي عندي ما وجدتها، فأكيد هذا طبق شعبي كثير أنا ما أعرفوش والله. أما بالنسبة للمدلوقة سويناها، موجودة على الويب سايت تبع رؤية، اللي هو رؤية دوت تي في، موجود كل الوصفات اللي عملناها موجودة كلها، ففيك تشوفيها غاد ستي وتتابعيها. أما سد الحنك ما مرت علي صراحة. ما أعرفش ليلى والله، ممكن تكون مصرية. طبعا تحية لكل أهل مصر أكيد. إذن أعزائي، إحنا هون سوينا هالخلطة الطيبة من البراوني زي ما أنتم شايفين، كلها موجودة كيف هي موجودة هون. والآن بدنا نعمل عملية خبز. الآن الخبز بده يكون على حرارة 180 مئوي لمدة ربع ساعة فقط، ما نطول كثير فيها، بدها ربع ساعة بالخبيز. أنا طبعا عندي هون قالب، والقالب هاد راح أستعمله نضيف العجينة اللي عملناها. أضفنا زيت ليلى طبعا. طبعا القالب هنا مستعمله قالب السيليكون. في حال أنتوا عندكم قالب عادي، قالب لو خلينا نحكي تيفال، أو نستعمل الألمنيوم، نستعمل يا أما طحين وزبدة على الدائر، أو ندهنه بشوية أطحينية برضو كمان هون بزبط عندكم 100%. وناخذ اتصال معنا أم هشام. مساء الخير أم هشام. ألو. هلا أم هشام، كيف حالك؟ مساء الخير. مساء الخير أهلين أخوي، كيف حياك حالك؟ حياك يا الله أم هشام، تحياتي. أنا والله من المدمنين على إني أحضرك كل يوم. حياك يا الله، تحياتي لك. الله يبارك فيك. هلا مشان لك على كل اللي عملته في شهر رمضان، وكل عام وانت بخير اول. وانت بالف خير يا رب، تحياتي لك. بدي هاي الطريقه من دون ما يكون كاكاو، شو بقدر استبدله بدون ما يكون في كاكاو؟ طيب ممكن انا وانا اولادي بنحب الكاكاو. طيب ممكن تستعمل الشوكولاته، بتجيب كوب من الشوكولاته شيب او الشوكولاته السوداء، وبتدوبيها على حمام مائي صغير وضيفيها عليه، برضو بصير. يعني بس شوكولاته يعني. نعم البراوني هو اصلا يعني بسكوت الشوكولاته، فلازم يكون فيه شوكولاته، فيا بتستعمل الكاكاو يا بتستعمل الشوكولاته العاديه. وتحياتي لك. طبعا بعد ربع ساعه من الخبيز حيطلع لنا براوني بهالشكل، فمنقطعه ومنجهزه، هي موجود امامكم. هذا هو طبعا البراوني اللي احنا سويناه اليوم. اذا اعزائي بنذكركم انه هذا البرنامج برعاية نبي ولا يهمك وطناجر فلونة. وسؤالنا كان اليوم، ما هو اسم البرنامج الذي يقدم، طبعا برنامج مسابقات الذي يقدم على رؤية مساء؟ هل هو اربح مع رمضان، اربح مع رؤية، ولا اربح مع الوكيل؟ ابعثوا لنا برسائل قصيرة على الاس ام اس، ارقام الظاهرة امامكم على الشاشة الان. حيكون في عنا اليوم فائزين، والجوائز هي 100 دولار مقدمين من شركة مشربش للصرافة 8 فروع في عمان، واشتراك شهري بقيمة 45 دينار بالفيتشكس جيم بجبيها نادي الصحة للسيدات، وطقم من طناجر فلونة. إذا خلونا، طبعا البراوني عادة يقدم مع الآيس كريم، ممكن نستعمل فانيلا آيس كريم، هو طبعا كلاسيكيا بيقدموه مع الفانيلا آيس كريم، بس أنا اليوم حبيت أغير، فحبيت أضيف اللي هو آيس كريم الفراولة. فعندي صحن بالفريزر، راح أجيب الصحن من الفريزر الآن، وراح أجيب كمان الآيس كريم من الثلاجة. ثواني بس. طبعا ليش أنا الصحن موجود بالفريزر؟
حتى لما اضيف الايس كريم ما تدوب عندي، هاي الفكره. الان رايح اضيف، خليها تشوفوها امامكم، اضفت البراونيه، والان شو بدي اسوي؟ بدي اضيف شوي من هالسكر الناعم على الوجه لانه بيطلع منظر حلو. اوكي، كاكاو انا حكيت سكر ناعم يا ليلى مش كاكاو. طيب والان بدنا نجيب هالايس كريم. طبعا الاستوديو هون اكيد ساخن لانه في عندنا كشافات، ونضيف فانيلا الفراوله. وبعديها شوي من هالنعنع هون على الايس كريم، بيعطينا منظر جمالي وحلو. وهيك طبق اللي سويناه اليوم، اللي هو طبق البراونيز قدمناه مع ايس كريم طبعا الفراوله، ممكن نقدمه مع ايس كريم الفانيلا او حتى كمان الشوكولات بصير. ناخذ اتصال معانا ام ابراهيم. مساء الخير ام ابراهيم، تحياتي. مساء الخير، يعطيك الف عافيه. كيف حالك؟ حياكي الله، تفضلي ام ابراهيم. تفضلي. بدي اشوف اول شيء احكي كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، اهلا وسهلا. حياكي الله يا ام ابراهيم. وبدي اسالك عن الدونت. عن السمك؟ لا الدونت، الدونت. مش فاهم عليكي. الدونت. الدونت، اوكي، دونت، اوكي. طيب هاي وصفتها شويه طويله وبدها كثير بروسيسز، فشو رايك اليوم اكتب لك اياها على موقعنا على الفيسبوك اللي هو facebook/مطبخ نبيل. انا اليوم مثلا ان شاء الله بوعدك راح اكتب لك اياها على الوول، اوكي؟ ولا همك. اذا الان نرجع مرجوعنا لوين؟ للسلطه اللي عملناها، اللي احنا طبعا سلطه الجرجير مع الفطر. زي ما حكيت لكم بدنا نضيف الصوص في اخر لحظات حتى يكون وضعه طيب. فاحنا هون سوينا صوص مكون من ليمون ومن زيت وشوي من الملح والفلفل الاسود. ولكن قبل ما اضيف الدريسنج خلينا نذكركم اليوم انه اليوم حيكون في عندنا فائزين، يعني اثنين. فابعثوا الاجوبه طبعا عن طريق الاس ام اس، الارقام الظاهره امامكم على الشاشه. وسؤالنا ما هو برنامج المسابقات الذي يبث على قناه رؤيه مساء؟ هل هو اربح مع رمضان ولا اربح مع رؤيه ولا اربح مع الوكيل بالشهر الفضيل؟ وتحيي بنوجهها للاستاذ محمد الوكيل اكيد. وطبعا اليوم عندنا جوائز لكل شخص حيفوز بثلاث جوائز. الجائزه الاولى اشتراك بقيمه 45 دينار بالفيتشكس جيم بجبهة، ستيم روم، ساونا، ايروبكس، نادي صحي للسيدات. وطبعا في عندنا 100 دولار مقدمين من شركه مشربش للصرافه، ثمان فروع في عمان، وسط البلد، البيادر، الصوفيه، الرابي، السويلح، مرج الحمام، في ثمان فروع. وكمان في طقم من طناجر فلونا الرائع جدا. فهاي اليوم ان شاء الله جوائزنا ثلاث جوائز، وكمان حيكون اثنين الفائزين مش من شخص واحد. نيجي على هالدريسنج ونبدا في عمليه وضع الدريسنج على هالسلطه. شربوها منيح حتى، لانه دائما لو اوراق الخضراء بتكون بسرعه بتذبل لما نضيف احنا الدريسنج عليها ونتركها فتره طويله، خاصه زي التبوله. دائما التبوله تخلط في اخر لحظات او قبل ما نسوي الاكل ونقدمه. والفتوش والسلطه العربيه صح علينا كله. اذا اطباقنا اليوم اكتملت. سوينا لكم ستيك بالماشروم صوص، قدمناه مع بطاطا سوتيه مع الزعتر. براونيز قدمناه مع طبعا الفانيلا، سوري، فراوله ايس كريم. وكمان عملنا السبانخ من نبيل، وعملنا سلطه الجرجير. ومعانا اول فائزه لليوم اللي هي ناهده. مساء الخير ناهده. ناهده مساء الخير يا اخوي، يعطيك العافيه. اهلين ناهده، تحياتي. اول شيء بس اسمعيني من التليفون لو سمحتي. مبروك مبروك ثلاث جوائز فزتي معنا اليوم،
في برنامج مطبخ رؤية مع نبيل. اشتراك بقيمة 45 دينار من الفيت شيكس جيم، و 100 دولار مقدمين من شركة مشربش للصرافة، وطقم من طناجر فلونة. ألف مبروك يا ناهدة. ناهدة معي؟ لكم جزيلا، وإن شاء الله يديم الأردن بخير وسلامة. العفو، تحياتي. تحياتي. كيف نقدر نجي العنوان؟ مش فاهم العنوان، كيف نقدر نجيه؟ طبعا العنوان رحين يحكوا معك تحت الهواء الآن، يأخذوا عنوانك وكل شيء. تحياتي يا ناهدة، مبروك عليك. الفائز الثاني ليلى معنا. ماجد، إذا معنا الفائز الثاني الأخ ماجد. ماجد مساء الخير يا حبيبي. أهلين، هلا، كيف حالك؟ كل عام بخير، رمضان كريم. ورمضان أكرم، كيف حالك؟ شو الحمد لله. أنت فزت معنا الآن بثلاث جوائز. أيوه. 100 دولار مقدمين من شركة مشربش للصرافة، وطقم من طناجر فلونة، وكمان اشتراك بقيمة 45 دينار بالفيتشكس جيم. مبروكين يا ماجد. يا سيدي بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير. انت بخير، تحياتي، رمضان كريم. الله تحياتي. يسلم وديكم على الطبخات الحلوة اللي بتعملها. حياك الله ماجد حبيبي، شكرا جزيلا. اذا اعزائي، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مع مطبخ رؤية مع نبيل. ان شاء الله بشوفكم بكره يوم الجمعة 29 رمضان بنفس المكان والزمان، وبحكي لكم لبكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.